انا زكي اللي ساكن في البيت بتاع العمرانيه، وانا بدفع الايجار قالوا لي ان حضرتك عايزني. اتفضل يا اخت. تشرب ايه؟ كتر خيرك مفيش داعي، تحت امرك يا شيخ طبيعي. شوف يا زكي، من غير لف ولا دوران، شقتك انا عايزها، البيت كله فاضي وانا عايز احوله لمخزن. قلت ايه؟ ايوه بس انا والجماعه هنروح فين؟ انا هدي لك 3 دواجي وهدي لك كمان شهرين تعز. ها الايام دي صعب تلاقي سكن رخيص. انا قلت هدي لك 3000 جنيه يا زكي، يا كده هتحصل عن السيد. ما فيش فريده، ذنبك على جنبك بقى. واطلع ليه؟ اروح فين؟ ايجار وبتاخدوه كل شهر، عاوزين مني ايه تاني؟ معاك اصالات يا حبيبي؟ ما كنتش باخد منك اصالات، كنت مديك الامان. هو عالم الطيب ملوش عيش في الزمان ده، عالم الحمود حرام عليك. طب غور من وشي بقى بالسعاده، غور من وشي. وانت اخويا ابنكوا يا اما خلصونا بقى كده. يبقى انا بقى يا عادي يا مقتول. ايه يا ولد، خش جوه. ايه يا ماما، عايز تخرج؟ لا مش هتفرج، خش جوه. سيب البضاعة. هنقي كيلو يا معلم. كيلو واحد بس وبتنقي كمان؟ يلا خاطر السلام، يلا بتاع الخير على الناصي. ما الخير بقى بشهر الفاكهة يا معلم، وبعدين أنا مش هاخد حاجة ببلاش. أنا أحلى لا تورسيني ولا عايز منك عسل. يلا خاطر بالسلامة، جت كنيلة زباين تجيب الفقر. يلا أخويا الكيلو قال وعايز ينقي. الله الله، ايه اللي حصل يا عم سيد؟ ربنا على المختار. قابلت شطب ايه يا زكي؟ عقلك في راسك تعرف خلاصك. فلو عايز حد يساعدك ولا حاجه في نقل العفش بتاعك رجالة، بس فكر كويس والا هفكرك بطريقتي. ولع لي. بس انا ما بشربش سجاير. ولع لي. خد يا زكي يا ابني وربنا على المفتاح. يعني ايه؟ هنسيب لهم البيت؟ عندك حل تاني؟ تاني وتالت ورابع. هي البلد سايبه ولا كانت سايبه؟ البلد فيها قانون ومحاكم. موت يا حمار. طب هنعمل ايه؟ وهنروح فين؟ مش عارف. لا لا، شو تعرف يا زكي؟ في ايدي ايه اعملهم؟ امسك شومه وانزل لهم قبل ما ارفعها يكونوا كاتبين قبل اسمي كلمه المرحوم. واديك شفت اللي عملوه في عم سعيد واولاده. عايز يجرالي اللي جراله. قولي لي اعمل ايه؟ شوري عليا عليا. قولي لي اعمل ايه؟ مين جوزها اللي دخل الحاره دي؟ دي اخت زكي الطيب وجوزها. يبقى البركه حلال عليكم. استنى بس بالاداوه
عشان اخوها النانوس يتعز ويسيب لنا الشقه بالهداوه. نونو نونو هلا. ادينا احنا بقى يا ست وصلنا عند ابوك. الله الله الله، يا راجل انت مش تفتح. معلش حاجة عليا، احنا مش هنبطل كلمه معلش دي اللي هتودينا في داهيه. الراجل بيكلمك بادب، مش ترد عليه بادب. طب وانت مالك؟ ايش حشرك انت؟ انتوا عايزين مننا ايه بصراحه بقى؟ جري شكل. جري شكل، ابعد انت يا ميرفت، انا اعرف اتصرف مع الاشكال دي كويس. صعب عليا، لقيت رجليه مش شايلاه، قلت مروقه مني اوصلها لكم. انتوا ايه؟ قلبكم حجر؟ انا مش خارجه من بيتي حتى لو دفنتوني فيه، واعلى ما بخيلكم اركبوه. الخيل كتير، وركوبه مفيش اسهل منه. صباح الخير. على فكره، ما تنسيش تفكري المحروس جوزك بميعادنا. مش دعوة بيا. مدياني ظهرك ليه؟ عشان مش عايزة أبص في وشك. وأهون عليكي؟ إذا كانت هانت عليك نفسك مش هتهون عليا؟ ده بس من ورا قلبك. شيل إيدك ما تلمسنيش. في إيدي إيه أعمله ما عملتوش؟ تقول لأ ولو مرة واحدة في حياتك. وإحنا مالنا كده بس؟ إحنا عايشين في حالنا، كافيين خيرنا شرنا. أنت هتجنني؟ طب لو سيبنا الشقة هنروح فين؟ ما تقلقيش، ان شاء الله باذن الله هلاقي حل. يا راجل يا راجل، دي حتى القطه ليها ضوافر وساعات بتلربش. هو الراجل ما يبقاش راجل الا اذا اتخانق ودبح. احنا دنيتنا كده، يا قاتل يا مقتول، وانت الظاهر عليك عايز تفضل مقتول. تصبح على خير. و
واحد واحد يا اخويا منك له خلصونا. خلصنا انت كمان عاوز ايه؟ شقة من شقق المحافظة. طب اللي باعه؟ لو سمحت يا سيادة عايز كشري. عاوز اسأل حضرتك سؤال. لا مؤاخذة، مفيش لا مؤاخذة. مؤاخذة ايه؟ استحمل بعض ثانية واحدة. ما تستحملش حاجة. والله هسأله سؤال واحد. أنت يا أخينا. نعم وبعدين؟ حاضر. عدم مؤاخذة هتنزل عليك وأسألك سؤال بسيط يعني. اللهم طولك يا روح، اسأل أخويا. هعرف الرد إمتى؟ ربنا يهدينا ويهديلك طول العمر. أولاً طلبك هيخش لجنة اللي هتحوله على إخصائي اجتماعي عشان يدرس الحال. وبعد كده هيخش لجنة تانية علشان تقرر إذا كنت تستحق شقة ولا لا. وبعد كده إذا وافقت هيحطوك في قائمة الانتظار. يعني بعد قد ايه كده باذن الله؟ ما تقلقش مش قبل 20 سنة. اللي بعده عاوز ايه؟ انا عاوز تربه. طيب مع السلامه.